هاي اهلا. واضح انا دينا محسن ويزو. يعني مش كلهم. يعني انا عند بصي انا انتمتي ندى السكي دي اللي بتبقى قرياني قوي، دي اللي بتعرف انا بحور مش بحور الدنيا معايا كده يعني. على خدوده يا لهوي ده انت عليك. ايه ده في ايه؟ اللهم صل على النبي. سر ما قلتهوش يا ترى ايه؟ والله ما ده انا لسه قايله وزني اصلا 170 كيلو، مفيش اكتر من كده سر. هل هو كده كيف عشان نركب العربيه انا وهو بقى نزنق على التريلات لان دول عقده حياتي. جوز العيون هما لونهم ايه؟ ازرق؟ طب شيلهم لي انا بقى يا حبيبي. بخاف من الكلاب والقطط قوي، حاجه حزن قسما بالله. نعم ده انا متربعه على عرش القمه الاربع سنين اللي فاتوا. بتسالني مثلت في ايه؟ قولي ما مثلتيش في ايه؟ عم احمد السبكي قال لي عويصة، معرفش معرفش ركب معاه ازاي بس قال لي عويصة بس فعشت يعني. صباح الفل. تعالوا عايزه اروح الحمام. سميها كذب حورتي يعني بحور. يعني لما الكذب كذب لا يعني ما بعرفش، ممكن احور لحد ما اوصل البيت مثلا او لحد ما اوصل لاصحابي فكده اقول لهم الحقيقه، بس انا ما بكذبش يعني. ليه كيو بس الحليه؟ العب باليه. لا يا ربي مش يعني لا ما انا عاجبني شكلي صراحه كده الحمد لله الشكر اللي انا متربنا ده. الشنطه سيب الشنطه بقول لك سيب الشنطه. شكرا واضح. انجلش نفضته خلاص جيوبنا وما عادش معانا.